السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في انتصار عظيم حصل امبارح وانجاز لا ينكره الا جاحد حصل في عهد السيسي، والمفروض نخلع القبعة، بس طبعا بما اني مش لابس قبعة فانا مش هقدر اخلع حاجة. اللي السيسي عمله ده انجاز تاريخي، مصر وطبعا الاعلام كله احتفى بالموضوع دوت، ونقلوه طبعا وقالوا ان اوروبا كلها بتحتفي بهذا الامر، ومدى امداد ومدى قوة مصر الاقليمية، وطبعا الزخم الكبير اللي السيسي بيحظى بيه من امبارح للنهارده، لان طبعا السيسي دلوقتي هو اللي هيبقى بديل لبوتين بالنسبه لاوروبا في موضوع الغاز. ده طبعا الكلام اللي بيتقال، وده اللي كل وسائل الاعلام تقريبا قالته، وكل بتوع السيسي قال لك بس والانتصار. فاكرين الجون اللي السيسي جابه من كام سنه؟ ما اكتشفنا بتاع ظهر وظهر وجنب وورك. فطبعا ده كان الجون، بقى ده بقى نتيجة ثمار الهدف بقى، يعني الناس بقى قال لك هو ده ثمار الهدف، اللي قال لك احنا كده جبنا جون. طب ماشي يا سيدي، الف الف مبروك، صعدنا الاولمبية يعني. طيب هو ده اللي اتقال. طب الحقيقة ايه بقى؟ عشان برضو نكون الحقيقة ان مصر هتصدر الغاز لاوروبا، ده حاجة ما نقدرش نتكلم فيها بالفعل. الغاز هيطلع من عندنا فعلا، من هنا، من اوروبا، من هنا لاوروبا على طول، يعني احنا المحطة الأخيرة اللي هتودي البتاع. طب الغاز أصلا ايه؟ أولا الغاز يا جماعة مش غاز مصري خالص، ده هو غاز إسرائيلي بالحقول الغاز الإسرائيلية اللي في المياه الإقليمية الإسرائيلية. فاكرين ترسيب الحدود لما قلنا السيسي فرط في ميتنا وحقنا وبتاع، اللي كان جنب دمياط، ويعني فيلم كده الناس اتكلمنا وهرينا فيه زمان قوي، وقلنا السيسي فرط في حقنا في الغاز في شرق المتوسط والدنيا وترسيم الحدود، عشان طبعا اليونان تعترف بيه بقى، وكده كده اصلا اسرائيل يعني ده اخواله، فالموضوع كان خلصان. ساعتها اتقال علينا برضو انتوا بكدبين وانتوا مش عارفة ايه، وقعد يقول لك يعني، قعدوا بقى طبعا يعظموا في المعظم المفخد، وقال لك احنا هنحس. انا بس ملحوظة صغيرة، هو الغاز ثمنه كام دلوقتي في مصر؟ معلش يعني معلومة صغيرة كده، الغاز ثمنه قد ايه؟ وزاد ولا ما زادش؟ وبيزيد بقد ايه؟ بكام في المية؟ ده بس يعني انت جاوب مع نفسك، انا مش بسأل، انا مش عايز معلومة، انا بسألك انت. شوف الغاز في مصر بكام، اللي هو احنا بما اننا عندنا طبعا حقول غاز عظيمة وبنصدر لاوروبا. القصة يا سادة باختصار شديد جدا عشان خاطر ما اطولش عليكم، الغاز ده غاز اسرائيلي، وكل الوسائل الاعلامية العالمية بتقول ان اسرائيل بتصدر الغاز لاوروبا. مصر بتعمل ايه بقى؟ هو بيجيبوا لنا الغاز من عندهم، احنا بنسيل الغاز، يعني بنحوله من الحاله بتاعته اللي هي الغازيه، بنحوله الغاز بنسيله، يعني بنعمله زي البنزين كده. شايف انت البنزين؟ احنا بنعمله كده يا معلم زي الولاعات، بتشوف الولاعه، هو ده غاز يا معلم، وبن ايه وسايل، ده كل اللي احنا بنعمله. يعني من الاخر السيسي بمعنى اصح يعتبر هو واحد بيملى ولاعات، الغاز بيجي له بيروح يستورد مش عارف الاستورد الغاز، يقوم عامل الولاعه ويقوم بايعها، او يقوم مالي ولاعه وبيملى ولاعات. فدي نفس الفكره، بس طبعا يعني الموضوع اكبر من كده، بس ببسطها لك. طبعا احنا عندنا معامل تسييل في دمياط، معامل كبيره، المعامل دي مش موجوده في اسرائيل، يعني المعامل دي مش موجوده في اسرائيل. فاسرائيل بتجيب الغاز خام في صورته الغازيه، واحنا هنا بنبدا نعمل عمليه ايه، تسييل، بيتحول طبعا بنسيله وبنصدره لايه، لاوروبا. فطبعا في شراكه. المصيبه بقى الثانيه اللي هي دي، ان احنا بقينا مصر واسرائيل ايد واحده في موضوع الغاز. يعني هم بيجيب لك الغاز عنده، يقول لك عبي يبدل بتوع دول، يلا وصدر، عبي وصدر، اللي هو في النهايه الاصل بقى الغاز ده بتاعنا. فكون انت تعمل شراكه مع اسرائيل اصلا في حاجه زي كده، خلاص ده بقى يا معلم، ده انت كده اسرائيل عايزه ايه تاني؟ انت دلوقتي بقيت متعلق، او بقت مصلحتك، مصلحه الشعب المصري مرتبطه بمصلحه الشعب الاسرائيلي بس، او مصلحه اسرائيل، لان هم دول احنا في شراكه بيننا. المشكله بقى ان الغاز بتاعهم، يعني هو مثلا كان ممكن في لحظه كده يقوم عامل ايه، ممكن في لحظه يقوم شايف حد تاني يقول له تعرف تسيل بنزين، يقوموا عاملين. هم ممكن عندهم اصلا يعملوا مصانع تسييل بقى، مع الوقت يعملوا مصانع تسييل، انت مش هيبقى لك اي لازمه. الغاز المصري يا جماعه ما طلعش منه واحد ملي مكعب، عشان بس الناس تبقى فاهمه، وعشان الناس ما تحاولش تضحك عليك. احنا ما طلعناش حاجه، احنا ما عندناش غاز، او احنا بمعنى صح ما صدرناش غاز، ده غاز اسرائيلي يا جماعه احنا سيلناه في مصر وديناه بس، عبيناه. عارف انت مثلا الناس اللي عندها واحد عنده بهيمه جاب لبن، فقام اداها لك انت تدخله المصنع عشان تحطه في علبه كويسه وتبيعه، بس احنا عملنا كده، هي دي كل الحدوته.
طبعا انتوا فاكرين، عشان كده فاكرين الست البنت اللي كانت قاعده على كرسي بعجل ولابسه كمامه يا عيني، والسيسي الطيب الحنون الكيوت اللي راح. وطبعا عرفنا بعد كده ان هي كاترين الحرار اللي هي وزيره الطاقه الاسرائيليه، وقد ايه هو بيقدسها وبيحترمها. يعني شفتوا الاهتمام الشديد، حتى الاعلام طلع قاعد ينخع في الموضوع ويقول لك الطيب الجميل الحنين. فدي كانت دي بقى كانت بدايه النوايا بقى اللي احنا نتكلم ونتفق عشان هنعمل ايه. هنجيب لك يا باشا البتاع تسيله ونصدر، ونقول ان احنا الاثنين بقى مصر واسرائيل. انما مش مصر واسرائيل، هو الغاز الاسرائيلي، وده اللي بيتقال في وسائل الاعلام العالميه. بس ادي كل الحديث، فما تخليش حد يستخفلك وياكلك على قفاك، وبالشفاء ان شاء الله. اللي لسه مصدقين انجازات السيسي و8 سنين مش عارف ايه، و8 سنين انجازات، فده يعتبر انجاز جديد من ضمن انجازات السيسي المعهوده لمريديه ومتابعيه ومؤيديه. سلام، واشوفكم في فيديو جديد. كان معكم احمد الرسل.